السلام عليكم شيخنا العزيز. بس سؤال، عن ما رأيكم في الشيخ أحمد الدر العلمي اللي دائما أنا أشوفه في حضرة المرجع الأعلى السيد صادق الحسين الشيرازي؟ حياكم الله أخي الكريم، تفضلوا سماحة الشيخ. حيا الله الأخ الكريم، والشيخ أحمد الدر العاملي ممن نقدره، وهو على ما يبدو من الصالحين ومن أهل العالم الأول، فنحييه على هذا المنهج الذي اتخذه، وهو شاعر مجيد ومقتدر. وأظن أن هذا الفاصل اللي دائما يعرض في القناة في هجاء الطاغية الثاني عمر بن الخطاب، اللي أوله إن كنت في ضيق ولا تدري أين المفر فارفع يديك وقل إلهي لعن عمر، أظن هذا من شعره، فجزاه الله خيرا وثبته ووفقه.